J'ai démarré l'enregistrement, j'ai fait l'enregistrement. Alors, Chabab, finalement, ça qu'on a fait la dernière fois, la partie plutôt les mecs qu'on a fait la dernière fois. Oui, qu'est-ce que tu veux commettre, Karna? Ouais, tu vas te faire comme ma gueule. يا شباب ما عقلناش ما عقلتوش. دونك الوغ فين بدينا لا ديغنييغ فوا، فين بدينا لا ديغنييغ فوا بحال قلت لكم او تي بان راه عندنا غندوزو، هي فاش بدينا هنايا في الكونسيبت نتاع لا توريستيفيكاسيون. هنايا فاش بدينا مع لي دو غروب اون ميم طون، يعني اوتوماتيكمون هاد لابارتي اللي كاينه فوق منها هنايا هي اللي ما درناش، اللي كتهضر على لا جيو بوليتيك، كتهضر على لا جيو بوليتيك ياك. دونك جو بونس هذيك الحاجه اللي ما هضرناش عليها. اي زائد دونك شفنا في الديفلوبمون ديورابل قلنا لونجو، قالت لنا لابارتي ديال لو توريزم، لو توريزم كرياتور ديال لومبلوا. دونك تقريبا هاد لاباج هادي كلها بطبيعه الحال. اوكي الوغ غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو لا سيونس نتاعنا. دونك لا بارتي كوم جي دي، هاد الحصه هادي كتدخل في اطار هذاك الروتار اللي كان عندنا مع الجروب بي، دونك غادي نحاول نريكوبيري واحد شويه هاد الروتار هذا. بالنسبه للجروب ا وراه راكم عارفين راه حنا ساينا الموديول، اننا نو واي No way. اسمحوا لي. الشباب شوي ديزولي، مي يلا بغيت غنبدا. زيت راسي بحال هكا، نشوف واحد شويه تاع الشميسه ويبان لي الاخ رضا والاخ نور الدين جايبين لينيفورم تاعهم وجايبين كتبهم وجايين باش يقراو. دونك جو بونس الميساج اللي صيفط لكم البارح في الواتساب، جو بونس ما فهموش الميساج، وهما جاو اوليو باش انه يعني غادي يجيو سيغ واتساب، دونك هما جاو فيزيكمون جايين للمعهد. دونك هذا هو الاداء حبست. الوغ قلنا ديفلوبمون، دونك لو سوجي كان كيهضر على لو ديفلوبمون دورابل، وهضرنا على لو ديفلوبمون دورابل اي سي كوا ليتيليتي نتاعو، شنو معناها نتاع لو ديفلوبمون دورابل. هضرنا على لي تيب ديال لي زيكونومي اللي كاينين، قلنا شنو هما لي زاتو نتاع ديفلوبمون ايكونوميك، شنو هما لي زانديكاتور اللي كنحسبو ولا اللي كي بارتيسيبي فيها ليكونومي اون جينيرال ديال لي بي. داكوغ، دونك لا سويت نتاع هاد لابارتي نتاع الديفلوبمون ايكونوميك، خاصنا ولا بد اننا نهضروا على لو رول نتاع التوريزم، لو رول نتاع التوريزم او نيفو ديال ليكونومي سوا ديال ان بي ولا ديال لو موند اونتي. لو رول دو توريزم سوا دون لو ماروك او لا دون لو موند اونتي. Et on dit
le tourisme est créateur d'emplois. Le tourisme est créateur d'emplois. يعني هاد لو تيتر هذا راه هو ان تيتر ديال هاد لا باراغراف هو بحد ذاته هو ان برينسيپ هو مبدا اولا هو شعار اولا هو نقدر نسميو اولا نقولو مثال ولا جو سي با كوا داكور بوركوا باسكو عندك التوريزم لو سيكتور توريستيك في لو موند اونتي هو اللي كيخدم لينا اكبر عدد ديال لي بيرسون في لو موند اونتي كيخدم لينا اكبر عدد ديال لي بيرسون في لو موند اونتي الوغ الدرجه كوم جي دي جو بونس افون عندك تقريبا 100% اللي كيخدموا في التوريزم ما كنهضروش عليها رانا عندك تيقول لك ودي بان العدد وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته دونك اسمحوا لي واحد دقيقه عافاكم درتو لا مارش ماتينا لهاد الصباح هذا الحمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله بغيت نعرف انا شكون مول هاد الفكرة هادي شكون اللي دار لكم هاد الفكرة هادي الوغ باش تكونيكتاو مزيان الشباب جيتو غتشوفوا داك البيستي اللوراني حيت هذا هو اللي كان هنايا هذا اللي في الوسط هو اللي كان لهيه وهذا اللي في الاخر هو اللي كيبدا كيكوطي تما كي دابا جرو بغيتو تجرو لهيه بغيتو تجرو الجهه الاخرى لهيه فين كان جرو على حساب الشمس على حساب الضوء على حساب لا ماشي هذاك الاخر لي اللور حيت هذا اللي في الوسط هو اللي كان في الاخر تما كي ماشي مشكل بالدور حتى باش كنت حاطه على شي حاجه الوغ دونك سيتي لا ريفي نتاع الاخ رضا وسي نور الدين داكور اللي جاوا يزورونا هذا الصباح هذا سير بلاس الوغ جو في كونتيني قلنا التوريزم هو ابار لي 100% اللي كيخدموا في التوريزم يعني الاشخاص اللي كيخدموا مباشره في التوريزم لي زومبلوا ديريكت دونك كاين عندنا دي ستاتستيك وكاين عندنا احصائيات من عند لو ام تي لورغانيزاسيون مونديال دو توريزم كتقول بان عندنا اكثر من 30% نتاع لي زوتر ميتي كما كان النوع نتاع الميتي انه كيبارتيسيبي في لو توريزم بطريقه اما مباشره او غير مباشره كومون سا je sais pas quoi مثلا غادي نجيو نشوفوا الناس اللي كيخدموا في لاكالتور في الفلاحه دونك بطبيعه الحال داكشي اللي كيزرعوا داكشي اللي كيحصدوا داكشي اللي كيجنيو اوتوماتيكوم راه ان غروند بارتي منو كتمشي لعند لي زوتيل تقول لي راه كتمشي للمارشي وكتمشي نتقداو انا ونتقدا انت شحال كتقدا كاع انت ولا شحال كتقدا كاع باك راه سي فاي غيبي الواحد 15 ولا 20 كيلو في السيمانه راه ما يقول لها حد مي با كونتر ان اوتيل راه دير سنتين مئات ديال لي كيلو par jour مئات ديال الكيلو par jour ديال الخضره تقول لي اللحم شحال كتشري انت تاع اللحم راهو ما راه دي ديزين عشرات ديال الكيلوغرامات في النهار ديال لي كيلو ديال لا فيون سافي دير كوا يعني ان غروند بارتي ديال لا برودكسيون هادشي غير في الفلاحه وما جاورها كيمشي لعند التوريزم بيان سور هذاك الشيء تاع الفلاحه باش غيطيب يعني بالمواد الغذائيه حتى ان غروند بارتي من داك كتمشي انت الا غتكونسومي واحد 5 لتر تاع الزيت في الشهر راه هما 5 لتر تاع الزيت كافيه يوميا الله باش يعمر واحد القريه واحد الفخيتوز ولا ما كافيهمش بمعنى يعني لا كونسوماسيون تاع لي سيتويان تاع المواطنين تاع البوبل الي موان داكا كو لا كونسوماسيون نتاع السيكتور اللي هو توريستيك فاش ما جيتي انت كتشري واحد جو سي با كوا ان كوتو ولا اون فورشيت ولا واحد السيرفيس نتاع المعالق جو سي با كوا يقدروا ربما يقعدوا عندك 15 عام ولا جو سي با كوا بوغ ان اوتيل عند كاين لي زوتيل لي شاك اني كاين لي زوتيل اللي هما شاك سي موا كاين لي زوتيل اللي هو كاستوندار قانونيا كاستوندار ما خصهمش يفوتوا 3 زون عندك هذوك لي فورشيت داك الماتيريال بمعنى او نيفو ديال لوتيلري ولا توريزم اون جينيرال دونك يا بوكو دي ميتي qui sont liés soit
ديريكت ولا انديريكت مع المارشي اللي هو توريستيك. الوغ بحال ما هضرنا دابا على لي زومبلوا، كاين عندنا او نيفو ديال لي زومبلوا في التوريزم دي زومبلوا سكون نابيل ديريكت، دي زومبلوا اللي هما ديريكت. دونك لي زومبلوا ديريكت اش نتقصدوا بهاد لي زومبلوا ديريكت؟ بيان سور نقصدوا بهم لي بيرسون، لي بيرسون كي طراي دون لو سيكتور touristique directement. Ils travaillent soit dans la restauration, là dans l'hôtellerie, ou là dans l'agence de voyage, ou là la réception, ou la guide, et des personnes, le revenu principal, c'est du tourisme. Ok? Donc ce sont les emplois créés par les activités d'hébergement, de la restauration. Donc l'hébergement bainan, l'hôtel, la restauration au l'hôtel et à part l'hôtel, de la conception quand se devira soit de la conception ou de la vente du produit touristique, quand se devira les tours opérateurs, c'est-à-dire plus les tours opérateurs ou les grandes agences de voyage, de vente des produits touristiques, c'est l'agence de voyage. Okay? Donc il y a l'hébergement, il y a quand se devira la gestion, maintenant les filières, la gestion, la réception, l'emploi des tâches de l'humain, l'hébergement, la restauration, automatiquement, on a droit à la service de restauration, à l'AR, à la cuisine, à la pâtisserie, à la chocolaterie, peut-être le coup, la restauration, la conception, surtout les tours opérateurs, de la vente de produits touristiques, agences de voyage, animation dans les lieux à vocation touristique, animation. D'accord, au niveau de l'animation touristique, عندك des moniteurs de sport, عندك des animateurs, عندك quoi d'autre. Donc ce sont des personnes qui travaillent l'animation en général, soit dans un hôtel ou là bra ديال l'hôtel, d'accord, mais عندهم علاقه بالتوريزم. Donc هذوك يتسموا عندنا des emplois اللي هما direct. زائد هذونا il faut pas qu'on va oublier dans notre secteur, un autre secteur اللي هو ما كنلقاوش دي هادو نقدروا نلقاوهم في لوطيل باش نقدروا نلقاوهم في لوطيل دي كوغون زوتيل كيبقى لينا ان اوتر سيكتور دون لو توريزم اللي هو لي زومبلوا اللي او ترونسبور كوليكتيف ترونسبور كوليكتيف داكور سورتو ترونسبور توريستيك هذا بالضبط توريستيك ترونسبور كوليكتيف مثلا ستيام سوبراتور مثلا جو سي با كو الشركات نتاع النقل العمومي اون جينيرال عندك ترونسبور اللي هو كوليكتيف كنقصدو به اوسي الكومباني ايريان شركات نتاع الطيران وكنقصدو به اوسي الترونسبور فيروفيير لي تران كنقصدو به الترونسبور ماريتيم لي باطو يعني اي حاجه عندها علاقه بلو ترونسبور او بيان سور سبقنا ترونسبور كوليكتيف زائد كوا زائد ترونسبور لو انديفيديوال ترونسبور لو انديفيديوال كنقصدو به لا لوكاسيون دو فواتور لا لوكاسيون دو فواتور دونك هذا ان بيتي ريزومي كاع على لي زاكتيفيتي اللي ممكن اننا نلقاو في لو سيكتور توريستيك ابتداء من عند ليبرجمون لا ريستوراسيون لا كونسيبسيون لا فونت اي لانيماسيون زائد ترونسبور كيما قلتو شفنا في المودول تاع الغوسورس توريستيك ماريتيم فيروفيير ايريان اي انسي دو سويت. مشكل يا مشكل كونيكسيون عطيني بزاف alors ça c'est pour les emplois اللي هما ديريكت pour les emplois indirect لا عيد حسبت قمت بي donc pour les emplois indirect d'accord on a ce qu'on appelle les emplois induits soit emploi indirect ou l'emploi le humain induit. Donc, par diverses activités liées au tourisme. Par diverses activités liées au tourisme. يعني, أي حاجة عندها علاقة بالتوريزم. ماشي مباشرة. بطريقة غير مباشرة. أو لك تسمعتنا des emplois paratouristiques. مثلا عندنا الارتيزانة. الارتيزانة هي الصناعة التقليدية. الارتيزانة انا كنشري الارتيزانة اي واحد اي ماروكان عندنا في البلاد كيشري الارتيزانة ماروكان اللي ما عندكش جلابه عنده قفطان اللي ما عندوش قفطان داك الشيطان اللي ما عندوش قفطان عنده جابادور ولا جو سي با كوا عندك بلغاء عندك بون كلنا نقدر نقولوا ان كروند بارتي وصلت تقريبا اكثر من 90% تاع دي ماروكان عندهم دي برودوي د الارتيزانة دون لوغ ميزون ماشي غير او نيفو ديال الفيتمون او نيفو ديال الفيتمون او نيفو ديال لي زاكسيسوار او نيفو ديال الديكوراسيون في لا ميزون او نيفو ديال بوكو ديال دي شوز اوكي مي هذيك الارتيزانه aussi on va la vendre عند لي توريست
لي توريست بحال هكا يجي ما غاديش يمشي لك واحد السوبر مارشي ويشري لك تما كاين جو سي با كوا بلاطو ولا يشري لك جميله ولا يشري لك براد ولا ما عرفت شنو واحد الحاجه اللي هي اندستري اللي ممكن انه هو غيلقاها داكور مي سورتو اي اشيت لارتيزانا اللي ما يمكنش هو انه يلقاها شي لوي لارتيزان اللي ما يمكنش انه يلقاها هو شي لوي في بلادو دونك صافي بارتي عندنا انا ان اكزومبل ديال فوتو فوتو افون دابا ما بقاش هاد التراديسيون هادي فو بمعنى انه قبل كانوا لي بيرسون اللي كيسافروا شي بلاصه كي بحال كيجيبوا دي سوفونير ولا شي حاجه كيصيفطوا دي كارت بوستال كتشوفوا دي كارت بوستال قبل كانت التراديسيون هادي منتشره في لو موند اونتي داك الكارت بوستال نورمالمون شكون اللي صاوبوا يا ان فوتوغراف عنده لاباري مشى صور مشى لعند المول لابوراتوار خرج التصويره مشى باعها لعند مول المكتبه شرا عنده ان توريست داكا دونك شحال عندنا فوتوغراف عندنا لابو عندنا المول المكتبه وجاء ان توريست شرا من عندهم بمعنى الوغ هاد لي تخوا زيليمون اللي عطيتكم كاكزومبل سو سون دي بيرسون راه ما خدامينش مع التوريزم ديريكتومون ولكن عندهم اون بارتي في لي زاكتيفيتي نتاعهم ممكن انهم يفون ادريسي ولا يفون كونساكري لعند السيكتور توريستيك دونك بار ديفيرس اكتيفيتي لي او توريزم فابريكاسيون دارتيكل دو سبور اي دو كامبينغ مثلا فوتو ارتيزانا عطينا دو زيكزومبل اولا اما كنسميهم كوم جي دي ديزومبل واللي هما اندوي اولا ديزومبل واللي هما انديريكت اولا ديزومبل واللي هما بارا توريستيك دونك ثلاثه ديال التسميات بحال كنقصدوا بهم الانشطه اللي هي كتكون موازيه لعند الانشطه السياحيه 100% يكفينا اننا كما قلنا الارتيزانا اولا البازارات هما دي ليو اللي كيدخلوا في الارتيزانا ولكن بيان سور كي سو سون لي كليون لي توريست كي اشيت لي برودوي نتاعهم بواحد الدرجه اللي هي كبيره عندنا لي زومبلوا بيرمانون دونك في التوريزم كنلقاو دو تيب دومبلوا دونك عندنا هنايا امبلوا ديريكت و امبلوا انديريكت داكور امبلوا بيرمانون و امبلوا لي هو سيزونيير مع هادو ما عندهمش علاقه بهادو شكون فيان دو فوغ مانتونون ما عندهمش علاقه بهم اوكي دونك لي زومبلوا بيرمانون اي زومبلوا سيزونيير بيرمانون تقصدوا بها دي زومبلوا اللي هما فيكس اشخاص كيمشيو تيخدموا في واحد ليطابليسمون توريستيك بغض النظر على شنو بالدومين توريستيك اون جينيرال مي خدامين دائما يعني ماشي كيخدموا واحد شهر ولا شهرين ويحبسوا لانه كيخدم العام كامل اوكي دونك يتسمى دي زومبلوا اللي هما بيرمانون كيما كنقدروا نسميوهم بحال مثلا كتقول اشخاص اللي هما مرسمين دي زومبلوا سيزونيير جايه من لا سيزون ولا سيزون هو الموسم بمعنى اش بمعنى انه كاين عندنا مثلا بحال كيكون عندنا لوط سيزون كيتضروا لي زوتولي ولا لي دي بيرسون كي ترافاي دون لو دومين دو توريزم كيتضروا انهم شنو غيديروا انهم اي فون فير امبلوي دي بيرسون كيخدموا عندهم اشخاص هاد الاشخاص اللي كيخدموا عندهم بيان سور باش انهم اي فون كوفرير لو بيزوين ولا لو مونك او نيفو دو بيرسونيل يعني كيحاولوا يغطيو على النقص مثلا اغلبيه نتاع دي ستاج ديال لي ستاجير نتوما مثلا اولا لي ستاجير في جميع يعني لي انستيتيو ولا لي زيكول ديال التوريزم تيخرجوا لي ستاجير نتاعهم في ليتي باش انهم يدوزوا ستاج بوركو باسكو سي المومون ديال هاد سيزون سي المومون فاش كيكون كتكون عندنا لا دوموند اللي هي كبيره سي المومون فاش اننا حنايا محتاجين الاشخاص اللي يخدموا معنا اوكي حنا محتاجينهم بيان سور ما شاء الله مي واش بغينا نخدموهم بيرمانون دائما نو كنخدموهم في واحد الوقيته قلت لكم لي ستاجير بيان سور سي با سولومون لي ستاجير ولكن يقدر يكون عندنا دي بيرسون كي ترافاي سكون ابل لي بولو ديال ليتي او لا اشخاص كي ديبانيو في الصيف او شي يجمعوا المصاريف نتاعهم بيان سور الوغ دي زومبلوا بيرمانون دي زومبلوا سيزونيير لا كونسونطراسيون دو لا سيزون توريستيك سور 3 او 4 موا نيسيسيت rend nécessaire une embauche supplémentaire limitée dans le temps. Donc la concentration de la saison. Donc on se devient تمركز ولا التركيز ديال السياحه في واحد لا سيزون اللي هي 3 حتى 4 شهور داكور يعني كنقصدوا بها شهر 6 7 8 اي 9 ولا 5 6 7 8 داكور دونك واحد 4 شهور حتى 5 شهور دونك هنايا لي زوتولي ايزون بيزوين ايزون ايسون دو لا نيسيسيتي باش انهم يلفون امبوشي هي recruter, recrutement.
انهم يفون فيغ ترافاي يخدموا او لي يجيبوا دي بوست دو ترافاي سوبليمونتير زايدين مي كي سون ليميتي دون لو طون هنايا بيرمانون دائما مي هنا هاد لي زومبلوا سيزونيير اي سون ليميتي دون لو طون ليميتي دون لو طون ديال شحال اونتر 3 اي 4 موا او لا فلوت سيزون او سونس جينيرال. Alors, maintenant les autres choses, maintenant emploi qualifié et emploi non qualifié. Emploi qualifié et emploi non qualifié. À chaque fois, emploi qualifié. Qualifié, quand tu dis des personnes qui ont un diplôme. Des personnes qui ont un diplôme. Peu importe, soit dans l'AR, soit dans le restaurant, soit dans la cuisine, soit dans la pâtisserie, soit dans l'agence de voyage, soit. شعبه كما كان النوع نتاع اللي مثلا اللي كنقراو عندنا في المعهد ولا ميم بلوس اللي ما كنقرا اللي كاينه اون جينيرال كيتسموا عندنا دي بيرسون كاليفي او لا بمعنى اشخاص اللي كيزون بورسوي اون فورماسيون اشخاص اللي داروا واحد لا فورماسيون عندهم ان ديبلوم. اوكي عندنا دي بيرسون نو كاليفي اشخاص ما عندهمش واحد المؤهل اللي هو دراسي ايزون با سويفي اون فورماسيون ايزون با دو ديبلوم مي ايل بوف ترافايي دون لو توريزم داكور. مثلا نعطيو ان اكزومبل نتاع امبلوا كاليفي باش انك انت غادي تدخل لا كويزين داك حنا ما غاديش تقول لي بسد الواقع راه كاين فرق بين الواقع وكاين فرق بين ما هو قانوني داكو وكاين فرق بين الداخله وكاين فرق بين مدينه واحده اخرى وكاين فرق بين المغرب وكاين فرق بين دوله اخرى يا با دو بروبليم. اوكي مي ما عندكش ديبلوم ديال الباتيسري ما عندكش ديبلوم ديال الباتيسري الوغ الا احترمنا القانون داكا بمعنى عندك ان ديبلوم تي بو ترافاي ما عندكش ان ديبلوم تي بو با ترافاي في لا كويزين في لا ريستوراسيون دونك بوركوا باسكو خاصك تستعمل دي ماشين خاصك تستعمل ماتيريال خاصك تكون عارف واحد دينوسيون دو باز على الاقل لي واحد الفكره عامه على لو ترافاي كيفاش كيدار دونك يعني خاص يكون عندك ان ديبلوم هذا من جهه داكو سون دي زومبلوا اللي هما كاليفي رانا شنو هما لي زومبلوا نو كاليفي لي زومبلوا نو كاليفي مثلا كنت عقلت لا ديغنيغ فوا اننا مشينا درنا واحد الدوره في المعهد داكو لتحت اي وصلنا لواحد البلاصه سميتها لا بلونج لا بلونج هي البلاصه باش كيغسلوا الماء نتاع الريستورو انسي دو سويت دونك في هذيك البلاصه تما كاين الوغ هذاك الشخص اللي غيخدم تما الا با بوزوان دافوار ان ديبلوم الا با بوزوان دافوار ان ديبلوم داكور سي لا ان ديبلوم ما شاء الله سي لا با ان ديبلوم ما كاينش مشكل بوكو باسكو لو طرافاي نتاعو سا بازي على اش خدم اون ماشين تغسل الموان داكور هذه كتسمى ان بلون كاليفي باغ اكزومبل عندنا لي بيرسون مثلا اللي تيخدموا في لا بيسين دون زان نوتيل هذوك اللي ماتخناجور ما عندناش انفورماسيون كتخرج لنا اللي ماتخناجور ما عندناش انفورماسيون كتخرج لينا لي بيسيني هذوك الناس اللي كيبقاو لا بيسين ما عندناش انفورماسيون اللي كتخرج لينا الاشخاص لانهم كيفاش غادي يديروا يجروا ولا يقادوا دوك لي ترونزات دوك لي ليل ديال اللي كيكونوا حدا البحر حدا لا بيسين ولا كيقادوا الرمله الا كان عندهم البحر ولا شي حاجه دونك سو سون دي ميتي اللي هما ولا دي زومبلوا نو كاليفي ما عندناش مشكل حتى ما كانش اشخاص عندهم ديبلوم داكو مي دي زوتر بوست مثلا في لا ريسبسيون tu dois avoir un diplôme et ainsi de suite هادشي اللي كنقصد بامبلوا كاليفي امبلوا نو كاليفي pourquoi parce que عندك surtout في التوريزم هادوك لي زومبلوا كون ابل فرونت اوفيس لي زومبلوا تاع الفرونت اوفيس دونك شنو هما لي زومبلوا تاع الفرونت اوفيس هما دي زومبلوا لي ضروري انك تيفا رونكونتري لو كليون ضروري انك غادي تلاقى مع الكليون دونك اون فوا غتلاقى مع الكليون يعني خاصك اقل ما هي حاجه خاصك يكون عندك ان نيفو ديال لا لونغ يكون عندك ان نيفو ديال الكونيسونس يكون عندك ان نيفو ديال السافوار ديال المعارف ديال المعلومات على الفيليير على لو بوست نتاعك معرف على لو بوست نتاعك دونك سي كشوز لي هو تري امبورطون الوغ لو توريست اون فوا كيشوف قدامه ولا كيجي عندك ولا مثلا في لا ريسبسيون في لانيماسيون في الريستورون يعني لي ميتي كو جو بار لي ميتي اللي كيكونوا فرونت اوفيس يعني فاس فاس مع الكليون داكور الكليون كيتوقع منك انك نتايا كيفاش غتكون انت داير انت دونك كيتوقع منك انك انت تيي داكور عندك جون avenant, tu fais attention, tu es sérieux, interchangeable, ma ket tbeddelch, d'accord? بمعنى انك خدمت في ماكين عام عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين بيان سور d'accord? Et bien sûr le personnel, notre personnel,
دونك هما سكون ابل نو كاليفي عارفين الاشخاص بان هذوك لي ميتي اللي تيكونوا عندنا ديال الباك اوفيس اللي ما كنتلاقاوش مع الكلي ومعاهم اولا واخا نقدروا نشوفهم مثلا كما قلنا الميتر ناجور ولا البيسينيي ولا جاردينيي ولا جو سي با كوا نو بوسيد اوكين كاليفيكاسيون يعني ماشي بالضروره انه يكون قاري ولا شي حاجه. الوغ عندنا لو بيرسونيل ريغولير le personnel régulier des les emplois les hommes qualifiés a souvent reçu une formation générale. Donc le personnel régulier la permanent je n'ai rien à dire les gens qui travaillent dans l'hôtel comme j'ai dit surtout dans le face à face ou dans le front office. Donc bien sûr ce sont des personnes qui doivent recevoir ou avoir une formation générale. Une formation générale. Aujourd'hui, l'information qui va chercher ça une formation surtout spécialisée. Ok? Une formation spécialisée. Le but est de ne pas que tu chercher un domaine. Je vais vous demander maintenant. Bien là, d'abord, par hasard, كتسب لك كون هضرت قبيله قبل نجي حتى لعني حتى لعني من داركم كلشي تكون قلت لك الوغ دونك دي فورماسيون اللي هما سبيسياليزي دي فورماسيون سبيسياليزي داكور اي عندنا في المغرب الحمد لله لو في انتم انكم دايرين اون فورماسيون دونك سا اونتر دون هاد الفورماسيون اللي هي سبيسياليزي. Et le Maroc, parmi beaucoup des pays, les Andoum, comme j'ai dit, un système, un système de formation, l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, voilà, on a quelques métiers, quelques pays, on a la Tunisie, on a le Maroc, on a la Guadeloupe, on a l'Indonésie et quelques autres pays. Je vais dire deux ou trois autres. Ces deux ou trois qui savent d'où, des programmes, nous avons j'ai dit des programmes عندهم تقريبا ماشي عندهم تقريبا الميم بروغرام اللي كيتقرا اون جينيرال توريزم اون جينيرال في لو موند اونتي ولا في دي بيي ديفلوبي في الدول اللي هي متطوره عندهم نفس الشيء. مثلا كما قلت لكم نتوما قبل البروغرام اللي كتقراو راه نفسه اللي كيتقرا في فرنسا ولا كيتقرا في بلجيكا ولا كيتقرا في لو موند اونتي. بوكو باسكو كنقراو كيلكو شوز اللي هو سبيسياليزي كنقراو كيلكو شوز اللي هو سبيسياليزي بحال كنجيو تنقولوا مثلا عندنا التكنيك دو فونت ولا كومون كالكولي واحد لا فاكتور ولا كومون فير ان سيركوي ولا كومون كريي ان سيركوي سي كيلكو شوز اللي هو دونك سي كيلكو شوز اللي هو ستوندار ما كيتبدلش بحال كنجي كنقول لك هذاك لا في وهذه سوغي وهذه ايكرون وهذه اونيتي سونترال راه يمكنش حنا غادي نسميوها تسميه واحده اخرى باكو باسكو سي كيك شوز اللي هو انترناسيونال وهذاك اللي غير مثلا اللي كيخدم في لانفورماتيك باش يشعل البي سي خاصو يتعلم انه يشعل ليكرون ويبرونشيها مع البي سي ويبرونشي مع الضو ويشعل الضو ويبرونشي ويشعل دونك سو سون دي كونيسونس اللي هما كي اي سون ترانسفيرسال يعني شي حاجه اللي هي عامه ماشي غير عندنا حنا ولا عند واحد الدوله واحده اخرى. دونك هذه هي جو بونس لا اللي كنا ما درناش لا ديغنيغ فوا او نيفو تاع لو ديفلوبمون اللي هو دوغال داكا شفنا اوجوردي لو توريزم كرياتور ديال لومبلوا. مانتونو غادي نمشيو عندنا ان اوتر سوجي
مسيو راه ما كنسمعو والو. Merci beaucoup. أستاذ راه الصوت مسموعش. واش عاد دابا ولا من قبيله؟ من قبيله أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا هذا الشيء قال لي مصباح وأنا تنقول. أنت مسيو أنت ما سمعتينيش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خمسة دقائق أو السال ومصباح وأنا كنهضر. خمسة دقائق أو السال ما في شي حاجة. خمسة دقائق أو السال يعني هاد الأناليز ياك من هنا قول قول عافاك عافاك. غير من الأناليز السال. نعم الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوالا لا تكنولوجي بين الاخطاء نتاع التكنولوجيا هي هادي. لا حول ولا قوة الا بالله. هو هدار نتا وتبح نتايا وشرح نتايا و... ميرسي بوكو حليمة، ميرسي بوكو وردة، ميرسي بوكو يوسف، ميرسي بوكو الاشخاص اللي علموني وعجين وكتعرف تقول لي استاذ ديك الحصة اللي ما درناش استاذ و... وقلتي لينا ودابا بغينا احنا درنا شي كاع نعسه. واش درك يحسب لي واش اسمع؟ خرجت فين عاد تفضل واش علات عليك الاداره ديما والسد هذاك كنشوف داك انا شي قصبه بعدا كيمشي للوح لونسي ونجي كنردي مشيت لونسي على الحرق طيب كلونسي ورجع لها تشوفها واش السير خرج كتجري ديماري. لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلت صافي وصلت لهنايا دابا ساليت شحال بقى لي بقى لي عيد من جديد. دونك لا جيوبوليتيك الشباب الله يرضي عليكم لا جيوبوليتيك لا جيوبوليتيك اوكي الوغ لا جيوبوليتيك شنو معنى تاع لا جيوبوليتيك؟ دونك هاد لا جيوبوليتيك الدرس هذا ثالث مرة وانا غنعاود. دونك لا جي بوليتيك كوم جي دي داكور اي شوي شوي ديزولي باسكو سي ان بروبليم اللي هو خارج على الارادة تاع المجتمع المغربي. دونك لا جيو بوليتيك اللي هو ان مو كيجمع لينا اونتر دو تيرم اللي هي لا جيو لا جيوغرافي بوليتيك اللي هي السياسة. داكور هاد السياسة لا جيو بوليتيك هادي بالكوم جي دي بالعربية اللي هي جغرافيه سياسيه. دونك اش نقصدوا بالجغرافيه السياسيه؟ هي سي لا ريلاسيون سي لا ريلاسيون نتاع اونتر لي بيي العلاقه اللي كتربط بين الدول. داكوغ الحاجه الاولى الا قلنا شنو هما لي زيكسبريسيون شنو هما المفاهيم شنو هما لي نوسيون اللي ممكن ندخلوا في هذه الكلمات على جيوبوليتيك راه لو تو
راه لوتو ما يمكنش انك تصور داك لا بوليتيك لا جيوغرافيك لي فرونتيير الحدود ليكونومي ميم بحال تنقول لا جيوبوليتيك كنقصدو بها ميم لارمي العسكر كنقصدو بها ميم التسليح نتاع البلاد كنقصدو بها ميم الثروه نتاع الحوايج اللي ممكن ميم الفلوس الكابيتال راس المال داك كنلقاو عندنا مجموعه نتاع الدول اللي هما دي بيتيت بي داك جو سي با بلا ما نذكر الاسماء مجموعه نتاع الدول اللي هي صغيره اوكي الوغ هذيك الدول اللي هي صغيره كتحكم في لا جيوبوليتيك كتحكم في المصير نتاع مجموعه نتاع الدول بوركو باسكو عندهم اش عندهم لي مويان فينونسي عندهم الفلوس وفي ذاك عندهم الفلوس كتخلي اش كتخليهم انهم يقدروا يتحكموا في العلاقات اللي كتجمع بين مجموعه نتاع الدول لا سا سي ان اكزومبل سا سي ان اكزومبل تاع الجيوبوليتيك اي باغ لا سويت اون فوار لي ديفيرونس الوغ قلنا سي لو توريزم تاع فينومين مونديال ان فينومين مونديال هي ظاهره اللي هي عالميه داك هو الظاهره كوم جيدي اللي تقدر تكون انها هي ظاهره اللي هي ايجابيه ولا ظاهره اللي هي سلبيه مي بونابورت كتسمع عندنا ظاهره الوغ توريزم في فينومين مونديال الوغ هذا التوريزم هذا il touche tout d'abord les pays développés داك توريزم il touche surtout les pays développés pourquoi parce que هما المستفيد الاول من السياحه بحال كنجيو نشوفوا اشنو هما الدول اللي كيستقبلوا اكبر عدد ديال التوريست راه كنلقاو اسبانيا كنلقاو لا فرانس كنلقاو الكروند بريطاني كنلقاو ايطاليا كنلقاو لا سويس كنلقاو المانيا يعني دي بي اللي هما اوروبيان هما اللي كيستقبلوا اكبر عدد نتا دي توريست في لو موند اونتي داكور ما شاء الله زيد شكون اللي كيصدر اكبر عدد نتا لي توريست للعالم حنا في لو ماروك شحال من توريست كيجينا في العالم جو سي با كو نقدر نقولوا 13 مليون بيرسون مرحبا 13 مليون بيرسون اشكون الجنسيات نتاعهم هما Ce sont des Français, ce sont des Espagnols, ce sont des Italiens, ce sont des Allemands, ce sont des Britanniques. Mais maintenant, qui se trouve à l'aide des Wakbir, les touristes du monde entier, je connais les pays développés, d'où les Moutakadima, qui se trouve à l'aide des Wakbir, ou qui se trouve à l'aide des Wakbir, des touristes du monde entier. Yani, c'est un phénomène mondial, tourisme, donc qui touche les pays développés, oui, maintenant, il se trouve à l'aide. ومن ناحيه نتاع التصدير دونك الاستيراد والتصدير كيصدروا لنا لي توريست وكيستقبلوا لي توريست اي اوسي ماشي غير التوريزم كيتوشي غير لي بي ديفلوبي كيتوشي اوسي لي بي دي سود لي بي دي سود ولا سكون ابل لي بي اون فو دو ديفلوبمون الدول اللي غادي في طريق النمو بحال الحاله نتاع المغرب داك باش كنستافدوا سورتو من عند لا ريسبسيون يعني كنستقبلوا واحد العدد كبير ديال لي توريست اللي هما منين بلاصه جايين من لي بي اللي هما ديفلوبي Alors, les voyageurs ont une exigence de sécurité inhérente à leur situation de déplacement hors de leur pays. Donc, les touristes ou les voyageurs ont une exigence. Une exigence qui est très importante pour très importante. D'accord ? La première chose, c'est la sécurité, l'amène. D'accord ? اش من امن امن تاعهم تاع صحتهم امن تحياتهم امن على الباجاج نتاعهم امن على الماتيريال نتاعهم على لوغ ارجون على لوغ بيان داكور مي امن اهم امن ولا الحياه نتاع ما يمكنش اننا غادي مثلا ان توريست ماروكو نقول له دي سير ليبيا ولا سير سوريا ولا سير اليمن ولا سير العراق ولا جو سي با كوا داكور ولا سير ما عرفتش Donc pourquoi? Parce que là-bas, Mackin, ça tenait la sécurité. Alors tous les voyageurs, tous les touristes, la première des choses qui les intéresse, c'est il y a la sécurité, bien sûr. Dans leur déplacement, quand on a un déplacement hors de leur pays, il y a pratiquement des touristes. D'accord? Alors, on a quand même un pays, ou il y a un touriste qui a un pays, donc qu'est-ce qu'il faut? Donc tout d'abord, il faut qu'il va voir la situation politique de l'État. Il faut qu'il va voir la situation politique de l'État, d'accord ? L'État a dit qu'il y a une instabilité, l'État a dit qu'il y a le pays, il y a une instabilité, mais il y a une instabilité, donc ça, c'est... Mais, il y a la situation politique des États, d'accord ? فغيجي لو ماروك راه كيقلب كيشوف واش كاين انستابيليتي ما كاينش انستابيليتي واش كاين مشاكل سياسيه واش كاين حرب واش كاين دونك نلقى الامور ترونكيل كيجي داكا انت
انت دابا باش تستقبل الناس دونك قبل ما كيجيك الشخص كيدوز بيان سيغ مجموعه تاع المراحل اللي هي اول حاجه يقدر يجي باش يدخل عندك البلاد خاصو فيزا يقدر باش يجي عندك البلاد خاص قبل ما غادي يجي قبل ما يدخل غادي يدوز عند الديوانه الديوانه كيفيريفيو داك لقاو الشخص الشخص غير هو مجرم ولا مبحوث عنه كيقول لك ما تدخلش لقاو اشخاص اللي هما عندهم مشاكل سياسيه معنا في البلاد ما تدخلش لقاو اشخاص جايين من دول ما عندهمش لا ستابيليتي ما عندهمش الامن وما عندهمش الامان داك ما كيخليهوش يدخل وحتى نفرض انه دخل سوا بمعنى الوغ كيما داك داك التوريست ايل سانتيريس على سيكوريتي حتى لي بيي توريستيك راه كيهمهم الامن تاعهم بواحد الدرجه اللي هي خايبه يعني الامن تاعهم الامن تاع الدوله من الامن ديال السيكوريتي من الامن ديال المواطن من الامن ديال تو الموند الوغ لا سيتوياسيون بوليتيك دي زيتا طون ايميتور كو ريسيبتور بو انسي انفلو تري لارجومون سور لي فلو دونك الحاله السياسيه تاع الدوله تقدر تاثر بواحد الطريقه اللي هي تري غروند سور لي فلو لي فلو هما لو نومبر تاع تاع السياح داكور تردد ديال السياح دو ميم لو توريست اون طون كو تيل بو اتر روجوتي او دينونسي ديال دي كونسيكونس نيجاتيف دونك الا كان توريست كيجي كتهمو السيكوريتي قبل ما يجي عندنا للبلاد حتى ميم دون لو توريزم اون طون كو تيل بو اتر روجوتي نقدروا حتى حنايا اننا اشخاص اننا نخرجوهم من حالاتهم يجيو داخل البلاد نرجعوهم ما كاينش مشكل اولا اننا حنايا نفالي دينونسي نحبسوهم قبل ما يوصلوا عندنا حتى لو وصلوا عندنا راه غنرجعو ما نرجعوهم حنا نحبسوهم قبل ما يرجعوا عندنا بيان سور دونك هادي اون بيتيت بريزونطاسيون على سا فيدير كوا لا جيوبوليتيك داكور مانتونو شنو هي لا جيوبوليتيك شنو هي لا جيوبوليتيك كديفينيسيون دونك لا جيوبوليتيك اي لاناليز جيوغرافيك de la politique et de la situation internationale permet par conséquent de comprendre les problèmes et les contraintes liées aux déplacements internationaux. Okay? La géopolitique, il y a l'analyse de la géographie siyasiya ou de l'hala, يعني الحالة تاع الدول ديال العالم اللي كتسمح لينا اللي كتسمح لينا اون فوا كنديروا هاد الاناليز يعني ايتود داناليز كتسمح لينا ولا كتعطينا كنتيجه المتوخات منها دو كومبروندر اننا غنفهموا شنو هما المشاكل شنو هما العراقيل اللي مرتبطين مع الديبلاسمون انترناسيونال داكا واش هذه هي لا ديفينيسيون ريال تاع 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 لا جيوبوليتيك نو هاد لا جيوبوليتيك اللي هنايا هي ان ديفينيسيون اللي هي عندها علاقه مع اش كي عندها علاقه مع التوريزم عندها علاقه مع التوريزم غتقول لي واش كاين شي ديفينيسيون اخرى نقول لك وي كاين ديفينيسيون اخرى اشنو هي هي لاناليز جيوغرافيك دو لا بوليتيك دو لا سيتوياسيون انترناسيونال بيرمي دو كومبروندر بار كونسيكونس دو كومبروندر اش لي ديفلوبمون ايكونوميك لي ريسورس ناتوريل لو بوفوار بمعنى كي عندنا دول ما عندهمش التوريزم وعندنا جيوبوليتيك حنا كاع بلا ما نمشيو بعيد كاع داكا دونك حنا عندنا في المغرب الحمد لله عندنا ان شيفخ نتاع التوريست مالغري شي نتاع كورونا ولكن المهم الحاله حنا ان بي توريستيك الحمد لله مي اون فافوار لي نو فوازان اون فافوار نو فوازان باغ اكزومبل في الجيري في الجيري نشوف واحد العدد كبير تاع لي توريست الله يسهل عليهم داكا مي تو دو ميم يا دي جيوبوليتيك اونتر لو ماروك entre l'Algérie, كل واحد كل دولة لو ماروك تقول لك انا الاقوى في شمال افريقيا عندك الجزائر كتقول لك انا الاقوى في شمال افريقيا المغرب تيقول لك انا الاقوى في السياحه في جنوب افريقيا الجزائر كتقول لك انا الاقوى في التسليح في شمال افريقيا المغرب تيقول لك انا الاقوى في الصناعه الجزائر كتقول لك انا الاقوى في الثروه الطبيعيه الجزائر يعني كل واحد كيبغي انه يبان بلي كل بلو فور كو لوتر ايوا هذه هي سي لا جيوبوليتيك داكا الوغ فهاد لا جيوبوليتيك انايا كنحاول ندير دي شوز باش نفرض عليك انت تتبعني وانت كدير دي شوز باش تفرض عليا باش انايا نتبعك بطبيعه الحال دونك سي او سونس جينيرال اوكي الوغ دو سو كي بو لي فافوريزي كوم دي زانتيردي الوغ كي عندنا اون فوا كنشوفوا لا جيوبوليتيك اللي باش كنفهموا شنو هما لي بروبليم والعراقيل نتاع ديبلاسمون ان الاشخاص كيسافروا من دوله لدوله داكا اللي كي بارفوا نقدروا اننا نفافوريزيو نقدروا نوصلوا اننا كي عندنا دي بي اللي هما دي انتيردي دي بي انتيردي مثلا حتى نقولوا جو سي با كوا كوريا الشماليه
كوريا الشماليه عندهم اين بوليتيك، عندهم لا جيوغرافي ولكن عندهم اين بوليتيك اللي هي في شكل داكا، وكيحاولوا يفرضوا اون جيوبوليتيك اللي هي في شكل اوكي، الوغ لدرجه انهم لي توريست اللي كيمشيو تما التوريست كيمشي ما مامنش خايف على راسو، راه لا ترونكيليتي ربما حنا نجيو نشوفوا شكون هما لي بيي اللي ربما منعاد ما فيهم واحد الدرجه كبيره هادشي ديال الجرائم يا سيدي، وسو كنلقاو امريكا باردون كوريا الشماليه داكا، يعني او نيفو دو لا سيكوريتي دول مامنه داكا، مي او نيفو دو لا سيتوياسيون بوليتيك الحاله السياسيه نتاع لا كوري دو نور كوريا الشماليه بيان سور عندهم بوكو ديال دي بروبليم، عندهم بوكو ديال لي كونترانت، الوغ انت كتوريست ممنوع انك تمشي تما كاين، وكفيكم اننا نقولوا كاين العدد ديال لي توريست واحد العام جو سي با كو واش عام ولا عامين هادي ولا 3 سنين باش بونس عامين، ديكو جي في واحد لا ريشيرش سور التوريزم في لا كوري دو نو بون ماشي 3 زون هادي، لقيت بانه عندك في العام كامل عندهم 3000 توريست، في العام كامل عندهم 3000 توريست، ثم راه غير داركم، ثم راه غير داركم، داركم دار جدودك في الصيف كيجي اكثر من 3000 في العام كاع، نقول اكثر من 3000 واحد، شي غادي شي جاي هذا جاي يدير كاسكروت، هذا جاي يتغدى، هذا جاي يدوز يوم، هذا جاي يدوز سيمانه، هذا جاي يدوز العطله، هذا جاي يدوز العيد، هذا جاي بارك ليك، هذا يعني نجي نحسبهم الله اعلم ما نقدر نوصل 3000 واحد داكور، اما بالوك دوله على قدا 3000 بيرسون داكور، جي دي سون دي انفورماسيون اللي هما الانسيان بطبيعه الحال، يا بي افوار دي شونجمون ما كاينش مشكل داكور، الوغ بوركوا باسكو سي لا سيتوياسيون، الحاله السياسيه تاع الدوله هي اللي كتخلي التوريست ما يمشوش تما كاين بيان سور، واش خايفين انهم يموتوا، خايفين بانهم خايفين عندهم ان بروبليم دو لا سيكوريتي، مجموعه ديال الاسباب ما كتخليهمش يمشيو، دونك الفو ا سو سوجي سوليني ليفولوسيون بروتال دو لا جيوبوليتيك مونديال، دونك هاد لا جيوبوليتيك هادي هو كإكسبريسيون سنوات ربما قرون ربما قرون واش فهمتيني، مي اون جينيرال اون جينيرال لا جيوبوليتيك هي لا ريلاسيون اللي كترت بين الدوله ودوله ولا بين دوله مع مجموعه تاع الدول، فهمنا كتسمى لا جيوبوليتيك، حنا سمحوا لكم في هذه في المقابل ناخذوا هذه، لا حنا ناخذوا هذه فناخذوا هذه، وفي نفس الوقت حنا غاديين وكنتنافسوا مع بعضياتنا، حنا غاديين كنتنافسوا مع بعضياتنا، غنجيو نقولوا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي دول بحال هاد الدوله بحال هاد الدوله، اي سي فغي داكا، مي لي فرونسي كيعتبروا روسهم بانهم اي سون لو بلو فور في لونيون اوروبيان، لي زالمون قالوا انتم ما كتعرفوا والو، حنا لي بلو فور، راه السياسه واخا هما فاهمين في كل شيء، ولكن سكي ا لانتيريور دون لو كور دو لا بيرسون ولا كي كديزيدي ديال الشخص ما كيبانوش لينا، ما كيبانوش لينا دوك الافكار ودوك الاحاسيس وداك واش فهمتيني، دونك هادوك سي ان بارتي انفيزيبل مالغري سا كل واحد كيبغي يكون انا احسن من الاخر، مي بمعنى انا نرجع عندنا لا جيوبوليتيك كانت يعني ماشي سنوات ولا عدبات لينا، مي دوبوي دي سيكل اي دي سيكل اي دي سيكل داكور، مي ما بانت لينا ايفولوسيون بروتال، ما بانت لينا واحد الدرجه اللي خايبه بزاف وبزاف حتى لعند اش حتى لعند لي زاتونتا نتاع 2001، لي زاتونتا نتاع 2001 التفجيرات اللي وقعت في نيويورك في لي توي سنتر ديك الابراج نتاع المنظمه العالميه للتجاره، دونك داكشي نتاع الطالبان الارهاب اللي قالوا، المهم حنا ناخذ داكشي اللي قالوا ما كلكم ولا كلنا عارفين كل واحد عارف دي بارتي من جهه، الوغ فهاد لي زاتونتا هادي شنو ولا؟ ولا لو موندي سو شونجي، ولا عندك جوج ديال الحوايج، انت معنا ولا ضدنا؟ انت معنا ولا ضدنا؟ اي سورتو شكون؟ مع لاميريك، بدات لاميريك، دونك انا بغيت نحارب، انا تهرست، انا تبهدلت، انا بغيت نحارب الارهاب، شكون اللي معايا شكون اللي ما معاياش؟ دونك انت واخا ما عندكش علاقه مع ما تقول انا معاك، باسكو اون فوا غتقول انا ما معاكش، لا سمح لي انا عطيني ابتسامه عندي ما ندير داك الشيء، غتقول لك اجي هنايا، انت هو المصدر وانت هو الممول تاعهم، داكور؟ دونك ولا تو الموند ولا عندنا لا جيوبوليتيك في العالم كامل سي شونجي بواحد لا فاسون اللي هي كبيره بزاف وبزاف، اوكي؟ دونك اي لافيمون دون كار كونتر لو تيروريزم، دونك ابتداء من تما كاين ولات عندنا حروب ضد هاد التيروريزم ضد الارهاب، داكور؟ اللي هي كدارعه بيان سور المجموعه ديال الحوايج، الوغ ك ك ك كفكره عامه ولا كريزومي لا جيوبوليتيك هي واحد لاناليز، داكور؟ اللي هي ديال لا بوليتيك ولا ديال لا جيوغرافي بوليتيك، وبحال كنقولوا لا جيوغرافي بوليتيك يعني هاد لا جيوغرافي هاد لا جيوبوليتيك كتطبق بزاف وبزاف 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 اش في الدول اللي عندها الحدود مشتركه مع بعضياتهم، حنا بالنسبه للجيوبوليتيك ديال المغرب
كيهم موريتانيا، كيهم الجزائر، كيهم اسبانيا. غادي نمشيو نشوفو ديال الجزائر، كيهم المغرب، كيهم موريتانيا، كيهم مالي، كيهم تشاد، كيهم ليبيا، كيهم تونس. غادي نمشيو لعند تونس كنلقاو كتهم تونس، كتهم ليبيا. غادي نمشيو ليبيا غادي نلقاو بمعنى اي هادوك الدول اللي كيكونوا نتايا طايرين بك تما، فاش كتستعمل لا جيوبوليتيك بواحد الطريقه اللي هي باينه، واحد الطريقه اللي هي باينه بطبيعه الحال. يعني كوم جي دي في الاول، كل دوله كتبغي انها تبين بان البلو فورت داكو، كل دوله كتبغي انها تبين راسها بانها راه هي كي دومين، يعني اللي كتحكم سواء في لا ريجيون، سواء في الحدود نتاعها، سواء في بوكو ديال دي شوز. وهذا الشيء حنا كنشوفوه، هذا الشيء حنا كنشوفوه سورتو بواحد الطريقه اللي هي خايبه لواحد الدرجه، اكثر الا كانت عندنا جيوبوليتيك بانت لينا بواحد الطريقه بروتال، يعني شي حاجه اللي هي قاصحه داكو، قويه ولا قويه بانت لينا في الدنيا الان. الوغ لا جيوبوليتيك بالنسبه للماروك بانت باينه دوبوي لونطون، مي في هاد العامين الاخر هادي من 2018 الى يومنا هذا، كاينه بواحد الطريقه ماشي قويه، ماشي كبيره، كاينه واحد الطريقه اللي هي لا يمكن ان تتصور داكا. والدليل هو هادشي اللي وقع دابا في هاد لي موفمون او نيفو في البروبليم تاع الصحراء، ودخلوا ماروك، لاميريك، لونيو اوروبيان، الجيري، هاد الروينه كامله. شنو هو السبب نتاع على جيوبوليتيك؟ داك النهار مشى صيفط للماروك، صيفط لهم قال لهم نتوما عندكم كورونا، صيفط لهم طيارات عامرين تما كاين بالمعقم وبالكمامات وباش سي با كوا هاكو هادشي. اي في المقابل طرقني للعيون، فتح قنصليه تما كاين، سي كوا سا سي لا جيوبوليتيك. الوغ انا قوي داكو، كنت اقل مني، الوغ انا كنستغل داك العلاقه اللي بيني وبينك، ماشي الطريقه اللي خايبه غنضرك. نو انا بالنسبه للماروك داكو ما غاديش نقول الله اعلم شنو الحاجه اللي ما كنعرفوهاش، اوكي، باش ما نقولوش حنا اللي مزيانين، مي يا دي شوز يعني كتدخل في لا جيوبوليتيك داكوغ. انت لاميريك شنو بغيتي؟ بغيتي انك نعترفوا بهذو ولا تعترفي بنا؟ شنو هي شنو في المقابل؟ هذا المقابل الا قولي حتى انا كنعترف. السلام عليكم. دونك شنو درنا عندنا هنايا؟ عندنا لا جيوبوليتيك، ميم سي واخا ندخل لاميريك اي لو ماروك مي الاف لي كيلومتر ولا اصغير الاف لي كيلومتر، مي سا امبيش با انك كدير اقطاب نتاعك بوكو تي فا جيري لا جيوغرافي نتاعك، لا جيوغرافي نتاعك، سير الجغرافيا نتاعك هي زيد شنو اخر عن طريق السياسه اللي كتبناها كدوله. داكوغ. الوغ عندنا لي كونسيكونس او ريسك جيوبوليتيك، داكوغ، لي كونسيكونس النتائج او لا الحوايج اللي هما خايبين في الجيوبوليتيك سورتو اونتر لي بيي. داكوغ. دونك اشنو تيوقع عندنا؟ تيوقع عندنا لو توريزم اي لي تيروريزم، لو توريزم اي لي تيروريزم، توريزم اي تيروريزم. سير تبعني. الو بحال غادي نجيو نشوفو المغرب تعرض لمجموعه نتاع اعمال اللي هي ارهابيه، شكون؟ الله اعلم، خليو الموضوع هنايا. داكا واش المغرب؟ نو. شكون اخر؟ لاسبان. زيد شكون اخر؟ لا فرنسا. زيد شكون اخر؟ الفلبين. زيد شكون اخر؟ تونس. زيد شكون اخر؟ اسبانيا، فرنسا، لندن. اوكي، شنو وقع فيهم؟ وقع فيهم تيروريزم الارهاب. داكا هاد الارهاب هذا اشكون هما البلايص اللي ضرب الارهاب؟ حنا غادي نجيو نشوفو غير كادي زيكزامبل، ثلاثه ديال لي زيكزامبل او نيفو ديال لو ماروك، ونشوفو حوايج اخرين. الوغ في لو ماروك كان عندنا تاع 16 ماي في كازا، شنو طرد هذا قبل بعدا كيف التسعينات، في التسعينات. دونك شنو وقع اللي كان بين الاسباب باش ان المغرب انه يفرض الفيزا على الجيري، لي زالجيريين اللي بغاو يدخلوا للبلاد، هي فاش الجيري رجعات لينا القضاء، اييه هي فاش الجيري رجعات للماروك القضيه نتا انك نتايا ما بغيتيش تعطينا الفيزا حتى حنا قاع سدوا الحدود الله يعاون. نعم. شنو وقع؟ هو انه وقع واحد الانفجار في مراكش، لوطيل مازال عقل على لوطيل سميتو اطلس اسني. دونك جيتي جو بونس 92 ولا 94، 92 جو بونس داكوغ، جيتي اني نيوز جيتي بوتي، مي يافي دي زاتونتا، يافي تفجيرات فينا بلاصه دون ان اوتيل اطلس اسني ا مراكش، اطلس اسني اوتيل مراكش، يعني التيروريزم مع التوريزم، الارهاب مع السياحه. داكوغ. غادي نجيو نشوفو عاوتاني داكشي اللي وقع في كازا 16 ماي. شنو وقع في كازا؟ وقعوا تفجيرات فينا بلاصه، وقعوا تفجيرات دون زان نوتيل هاد توريزم هوتيل. شنو وقع؟ تفجيرات تيروريزم. نزيد عاوتاني شنو وقع في مراكش؟ في جامع الفنا، في قهوه تاع ارغانا فينا بلاصه، جامع الفنا
شنو وقع توريزم شنو وقع فيها التيروريزم واخا غادي نشوفوا هذوك داك النرويجيات ولا الدنماركيات ولا جو سي با كوا فين راه شكون هما سون دي توريست شنو وقع لهم لهم ماساكري قتلهم شكون اللي قتلهم دي بيرسون كيتبناو كيتبناو فكر اللي هو التيروريزم اللي هو الارهاب بطبيعه الحال هادو سون دي زيكزامبل في الماروك تقول لي غادي نشوف عاوتاني في تونس تونس كانت الدولة عايشة بخير وعلى خير نهار الانتفاضة تقلبات الروينة مشاو بغاو يبداو السياحة نتاعهم ميم واحد بقيت مشى عندهم لغوة ديال 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 المغرب مشى تما كاينو تسارى في تونس بلا بروتوكول بلا المسائل بحال هكا كدافع على السياحة نتاعهم كامل كذا من اي بعد واحد المدة نتاع عام عام ونص وقع وقعت فجيرات متفق اكثر من 30 40 واحد فين البلاصة وقعت فجيرات في واحد المتحف شنو سميت المتحف متحف بوردو متحف شكون كيمشي للمتحف لي توريست كل مات ماتو لي توريست غادي يمشيو لعند 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 بالي في الفلبين واحد جو سي با كو هذا 4 سنين ولا 5 سنين ماتو المئات ديال الاشخاص علاش ماتو المئات ديال الاشخاص ماتو علاش باسكو ليكسبلوزيون طرطق شنو فينا ولا طرطق طرطق شي واحد ولا شي وحدين طرطقوا في شي ديسكوتيك ولا جو سي با كو شكون كاين في داك الديسكوتيك اغلبيه الناس اللي ماتو سون دي توريست توريست يعني بمعنى كاين كاين في مجموعه شوف عاوتاني في فرنسا في مارسي كانوا الناس غاديين في الكورنيش تما كان كيتساراو هذه حتى واحد 3 ولا 4 سنين كانوا كيتساراو جا واحد المدرب ودخل في الكورنيش كاع كامل قتل 100 تقريبا 200 واحد اللي قتلهم شكون هما ولاد البلاد ايه مي باغمي هذوك التوريزم دونك شي كومشيتي لشي تيران في جرتيه ما كانوش سيد داكور مي غير ايماجين مشى شي واحد تيران في الجرو ايه داكور مشى لواحد في الجر هذاك لوطيل ايه شنو الفرق بيناتهم شحال مره عمرنا سمعنا شي تيران تفجر مي دي زوتيل ولا دي ليو توريستيك اللي كيكونوا بزاف دونك توريزم اي تيروريزم واحد العلاقه اللي هي كبيره كبيره بزاف وبزاف بطبيعه الحال عندنا التوريزم اي مافيا توريزم اي مافيا التوريزم اي مافيا سي كلكو شوز اللي المافيا بيان سور حنا نقدروا نقولوا بدرجه اقل اولا ربما ما كاينش بدرجه اقل اولا ربما ما كاينش التوريزم اي مافيا داكا مي الا شدينا المافيا بجميع الانواع نتاع بالمعنى اللي هو عام اونونا ان بو اونونا ان بو داكا مي او نيفو يعني متخصصين في كل حاجه نو مثلا دابا حنا ما عندناش المافيا اللي كيشدوا لي توريست وكيمشيو كي اللي كيدناب كيدنابي هي شي واحد كتكدنا الخطف الاحتجاز ديال الخطف رهائن 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 وي سي سا حنا ما عندناش رهائن ما عندناش دي جون اللي كيشدوا دي توريست رهائن واخا يلاه البارح البارح ولا البارح ان كيلكان شد شي توريست وجاي من الامارات ولا من الكويت ولا جو سي با كوا واحتجزو كيعيط عليها لا مرتو في الكويت كيقول لها بان راه خص تعطيني فيديو هذا راه وقعت هنا في لوماغون ولكن شخص واحد يعني ماشي كعصابه اللي دارت يعني شخص واحد اللي بغى يدير لاباس بطبقه واحده داكا ما عندناش اون جينيرال داك الشيء سير المكسيك سير البرازيل سير جنوب افريقيا وي سير المجموعه تاع البي في افريقيا سير مجموعه تاع دي بي ميم في الفلبين ميم في تايوان ميم يعني مجموعه تاع دي بي شنو تيقول لك يشدك وتيقول سير تركيا 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 وي تركيا يونا توريزم اي مافيا اي سورتو 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 ديرنييرمون مافيا نتاع اش مافيا نتاع ماشي تاع الفيديا ولا شي حاجه باغ كونتخ المافيا اللي كيشدوا الاشخاص وكيمشيو كيلوحوهم في سوريا ولا كيمشيو كيلوحوهم من العراق اولا كيستعملوهم جو سي با كوا كما كتسمى داك التجاره الرقيق ولا اعضاء البشريه يعني كاين داكا مي الحمد لله في الماروك ونبا بزاف علاش تقول لي استاذ علاش مثلا هذه القضيه نتاع التوريزم اعضاء البشريه بوركوا اولا التوريزم سي تو سامبلومون باسكو عندك انت بعائلتك ولد البلاد انت ولد البلاد راه هذاك اللي غيشدك يقدر يوحل معاك بوركوا باسكو هو ولد البلاد وفي البلاد وانت في الدار مشيتي مع الصباح رجعتي في ما رجعتيش في العشيه واخا نمشيو نديكلاريو عند البوليس نمشيو نديكلاريو عند البوليس مي ايماجين اون فامي داكا شي واحد انت مثلا انت ولد انجليزي وجيتي للمغرب داكا جيتي باش دوز سيمانه ولا 10 ايام تقدر واحد النهار ما تعيطش لعائلتك تقدر يومين ما تعيطش عليهم تقدر كاع 3 ايام 4 ايام حتى سيمانه ما تعيطش عليهم داكا وانت راك من نهار وصلتي تخطفتي شكون اللي غيعرفك
واش مخطوف ولا راك مفجج ولا لك جو سي با كوا داكور. يعني كاين واحد المده على اصلا ان باش نعرفوا واش عندك مشكل ولا ما عندكش، على ما نديروا الاجراءات نتصلوا بوزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه تتصل بالسفاره، السفاره يتصل بوزاره الخارجيه نتاع الدوله فين كاينه، وزاره الخارجيه تتصل بوزاره الامن الوطني جو سي با اللي عندهم، هذاك غيبقاو كيعيطوا كيعيطوا حتى يوصل عند لوطيل. يعني واحد البروسيسوس اللي هو طويل، راه شوف راه الا دوز غير نهار ولا يومين راه طويل داكور. مي نتايا كتخرج من داركم كتوصل واحد الوقيته ما جيتيش باقي عليك ما جاوبتيش كيمشي ديريكت للكوميسار يجيبوا لي ولدي ولا جيبوا لي بنتي داكا. دونك هذا هو الفرق اللي كاين اونتر لي جون نتاع المافيا اي بريفير توريزم على اوتر شوز بيان سور. الوغ ليفي جيو بوليتيك سور سيتان ريبريزونطاسيون داكا. ليفي ديال جيو بوليتيك، جيو بوليتيك ماشي بالضروره الضروره الضروره هو ان يكون عندنا الحدود المشتركه بين الدول، ماشي بالضروره الضروره ان يكون بين دوله وبين دوله ان الاقوى ولا انت الاقوى، ماشي بالضروره انك كتنافسوا مع بعضياتنا نو. مي كاينه ان جيو بوليتيك، هاد لا جيو بوليتيك اللي كتدخل واحد لا بارتي فاس كنا بيل نيو كولونياسيون نيو كولونيزاسيون اون لو كولونيزم نيو كولونيزم. نيو كولونيزم شنو هي؟ كاين عندنا نيو new something is new d'accord جديد اوكي colonisation colonialism d'accord الاستعمار الاستعمار الجديد الاستعمار الجديد. وهذا الاستعمار الجديد هذا ما كنجيبوش العسكر، ما كنجيبوش قوات عسكريه، ماشي كنستعمروك حنا اقتصاديا نو، مي كنستعمروك واحد الاستعمار اللي هو خطير تري 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 غاف. اشنو هو التراديسيون؟ كنضربوا لك واحد 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 لا بارتي من البوبل نتاعك من الشعب نتاعك لي سورتو 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 في الاخلاق نتاعها، سورتو سورتو في المبادئ نتاعها، سورتو في التقاليد نتاعها، في الاعراف نتاعها داكا. بوركوا؟ باسكو انت انت بحركه تجيك سورتو سورتو. وشوفوا لنا حنا دابا في الداخله ما عندناش بوكو ديال لي توريست، ميم سي واخا كاينين كاين عندنا لي توريست لهيه، وحنا هنايا بيناتنا واحد الفرق اللي هو تقريبا تاع 25 كيلومتر وما ممكن تخلطوش معاهم بزاف داكا. ايماجين اكاديا، ايماجين مراكش، ايماجين كازا، ايماجين فاس، ايماجين مكناس، ايماجين طنجه، ايماجين لي فيل اللي هما توريستيك داكا، اللي كيخرج من دارو كيشوف التوريست. مراكش كما قلنا البارح، مراكش راه راه المدينه القديمه، راه هو ساكن الفوق والتوريست دايز حدا، راه هو ساكن والتوريست ساكن معاه، كاع راه هو خدام في التوريزم. بمعنى اش؟ بمعنى يعني كيحاولوا انهم تقلدوا هذوك لي توريست داكا دون دي شوز اللي هما مزيانين وخيارات اللي هما خايبين ما عندنا ما نديروا بهم. جو غابيت قلد داك التوريست. انا بوغ مو ما كنمشيش انا كنقول لك ديرها، ولكن بالنسبه لي انايا غنقلدو. اش غنقلدو فاش؟ في الطريقه نتاع لو ريسبي نتاعو لعند من، الطريقه نتاع لو ريسبي عند الاشخاص الناس، العلاقات الانسانيه هو مع الاخرون، الطريقه نتاع التعامل نتاعو، الطريقه كيفاش كيحترم القانون. راك انت غادي تجي تقطع الطريق، تقطع الطريق فين ما لقيتي داك لو توريست نو، داك لو توريست قبل ما يقطع الطريق كيمشي يقلب على الباساج. وشوفوا قلدو ولا تبعو، تعلم منه، قلد هذاك هو التقليد ديال بصح داكا. هذاك لو توريست بحال هكا كيجي كيوقف كيهضر معاك بواحد الطريقه اللي هي بولي باحترام، قلدو بحال هكا الشري، قلدو بحال هكا. داك لو توريست كتاع الطريقه نتاع التعامل، داك لو توريست كيقول لك انا غادي نجي مع ثلاثه، غادي نجي عندك مع ثلاثه، ثلاثه كتلقاه جا عندك، ما قلدو في هادي داكا. ماشي تقلد لي عندك التوريست في التحسينه نتاع الشعر ولا في التطواج ولا جو سي با كوا، اش من تقليد هذا داكا. الوغ هذاك ماشي تقليد، داك الهدم، الهدم نتاع ماشي ديال الشخص ولكن نتاع مجتمع، الهدم نتاع مجتمع بيان سور. وسورتو سورتو من لي جون، باسكو المجتمع الا بغيتي تهدمو هدم ليه لي جون نتاعو، الدراري الصغار، الدراري الصغار غسل الدماغ نتاع الدراري الصغار. وانت غادي من بعد 20 30 عام كيلقاو دوك الناس اللي هما صغارين ولاو كبارين، سي بون داكشي اللي داك الدماغ نتاعو من داكشي تانستالا فيه كيبقى دائما. كاين الناس دوك الشيبانيين كيمشيو كيموتوا اللي مازالين شادين واحد شويه في مجموعه ديال الحوايج اللي عندها علاقه بالتقاليد بالاعراف بالمبادئ يا سيدو سويت، كيمشيو بحال هكا كيوليو هادوك الناس اللي هما اللي كانوا صغارين دوك لي جون ولاو كبروا، هما اللي كيتحكموا، هما اللي كيسيروا، هما اللي واقفين في الساحه. دونك اوتوماتيكمون ايل شونج بوكو ديال دي شوز داكور. الوغ لا كولونيزاسيون فو ان بروسيسوس، لا كولونيزاسيون فو ان بروسيسوس كومبلكس امبوزي بارفوا اليسي دي كونفلي لي هما مورتريي qui s'accompagnait de la domination et l'exploitation de la population. Donc, quand on dit la colonisation, la colonisation, il y a un processus ou un système, d'accord ? Système, c'est un système
واش انت اللي كتطلب الاستعمار؟ نو، الاستعمار اللي امبوزي كيتفرض عليك، كيجيو كيدخلوا عندك صحه. ها كيدخلوا عندك صحه عن طريق اش؟ عن طريق لي سو دي كونفلي مورتري، كيدخلوا عندك عن طريق دي كونفلي الصراعات اللي هي دمويه، ناس كيموتوا داكو، يعني استعمار بالمعنى ديال الاستعمار. الهدف الناس كيجيو كيدخلوا عندك وكيقتلوا كيموتوا منه باش يدخلوا عندك. بوركوا؟ باسكو يفون دوميني، باش انهم يتحكموا فينا، باش يتحكموا، يتحكموا في داك الدوله اللي ندخلوا اوتوماتيكمون. يتحكموا شنو غيديروا ابخي؟ انهم غادي يستغلوا. شنو غيستغلوا؟ يستغلوا لا بوبولاسيون لوكال، يستغلوا السكنه المحليه. شنو غيستغلوا فيها؟ يستغلوا الثروات الطبيعيه. ولكم في الاستعمار راه بيان سور نتاع الدول، سورتو الحروب الاستعمار اون جينيرال اللي دار الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. بطبيعه الحال العدد ديال لي مورتري والدرجه لدرجه لدرجه يومنا هذا، يومنا هذا داكو، يعني لي كونفلي مورتري في لو موند اونتيي من نهار وجود البشريه لحسب التدوين ديال الانسان، اكبر المجازر ولا اكبر الصراعات الدمويه اللي وقعوا في العالم كامل، في العالم كامل، في العالم كامل، هي الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه اللي بجوجهم تقريبا راه 100 وزياده ديال الملايين ديال الاشخاص اللي توفوا بطبيعه الحال. الوغ ليكسبلواتاسيون دي بوبولاسيون لوكال دامبو الوتر دو تيريتوار كونكي، يعني الاستغلال تاع السكينه والاستغلال تاع المجال اللي هو كونكي، اللي هو مستعمر، اللي هو مستعمر، باردون، المجال اللي هو مستعمر تخلي الاستعمار. دونك لا كولونيزاسيون كونفلي مورتري. ايماجين دابا واحد الدوله انها تمشي تستعمر دوله واحده اخرى، داكور؟ دونك بوليتيكمون دونجور، سياسيا شي حاجه اللي هي خطيره، هيستوريكمون فو، تاريخيا غير مقبول، داكور؟ هادي تقول لي واش دابا راه كاين داك النار امريكان وداك الشيء دخلوا للعراق وراه الحرب وراه ماتوا؟ وي، ولكن علاش دخلوا للعراق؟ اشنو هي الدريعه باش دخلوا للعراق؟ بوغكوا؟ واش دخلوا باش يستغلوا العراق ولا باش يستغلوا السكان ولا لا؟ حاشا، ما كايناش داك الشيء. على قبل الصناعه الثقيله، قبل الصناعه الثقيله، على قبل لا، حنا كنشوفوا دابا شنو هو السبب اللي العالم كله عارف، السبب اللي الناس قبل ما غادي دوك لي زاميريكان قبل ما يمشيو لتما كاين باش يشدوا واحد الدعم تاع الدول، شنو قالوا للعالم؟ حنا غادي نمشيو نحاربوا الديكتاتوريه تاع صدام الله يرحمه. علاش؟ حيت عنده اسلحه ثقيله وعنده الكيماوي وعنده النووي وعنده الدري وعنده الله اعلم شنو عنده، داكور؟ وصدام هو ديكتاتوري وخايب وهجم على الكويت ودبز مع ايران وتيره في اسرائيل وغدا بغدا الله عم شنو غيدير وما كيسمعش لينا. دونك هذا هو السبب اللي العالم كله 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 اللي بين محاربه الارهاب، محاربه الديكتاتوريه، الحريه، الحريه، داكور؟ هذا السبب اللي بين. وكاين اسباب اللي هي باينه، اسباب اللي هي باينه نتاع بصح، وتقال تقال تقال دابا جوج برج الابن بحال كان قبل ما يدخلوا للعراق قال لهم بحال هكا في واحد التصريح اللي هو صحفي وكاين دي فيديو سيغ يوتيوب، قال لهم غنديروا للعراق الحروب الصليبيه، نعاودوا نحيوا الحروب الصليبيه. شنو معنى نتاع الحروب الصليبيه؟ شنو معنى نتاعها؟ استغلال، الاستعمار عن طريق الاستغلال. ولكن سكي فيزيبل، الحاجه اللي باينه عند الناس، لحقا حنا غنمشيو نحرروا الشعب العراقي من الديكتاتوريه. اصدقنا التساخ، لان انا بدناش في الديكتاتوريه وانت مالك، داكور؟ اللهم يعيشوا في الديكتاتوريه مع صدام، ولا يعيشوا الحريه ولا اسم تاع الحريه دابا. وقلب عليهم، والله تتقلب عليهم النيفو تاع يوتيوب، دير العراق دير العراق وصدام. يومنا هذا، يومنا هذا، يومنا هذا كيتمناو، كيتمناو وكان يرجع صدام، كيتمناو وكان يبقى العراق في الديكتاتوريه اللي كان قبل. واشد الاعداء، اشد الاعداء، الاعداء، الاعداء ديال صدام دابا، دابا كيديروا معهم ديروا بورتاج وكيبكيو. اعداء ماشي مواطنين، احزاب سياسيه ومعارضين، وشدهم ودخلهم للحبس وخرجوا والنفي وداك الشيء كاع كامل، وتيبكيو وبحال كيهضروا على صدام، تيقول كيهضروا عليه بواحد الطريقه ما كندافعش عليه، ولكن كنعطيك كمثال باش نبين لك بان عندك في العهد الحريه اللي كيقول لك هي الحريه، راه هو الظلم اللي واقع دابا. تقول لك ودي على الاقليه بحال هكا صدام ما كانش كيسرق، واللي كيسرق كيخلي ضاربوه، وكانوا الناس واكلين شاربين ناعسين، واخا ما كانش الاقتصاد نتا، واخا كان الحصار كانوا الناس بخير. دابا ما كاين لا حصار لا والو، ما كاين، وكتخرج من دارك وما مأمنش مراسك واش غترجع ولا ما غاديش ترجع. خارج
واش راجع ولا ما غاديش ترجع؟ بيان سور والله العظيم الا كاين دي بيرسون اللي كيبكيو تيقولوا دي اللهم يبقى صدام وديكتاتوريه تاع صدام ولا الحريه وما كاين لا حريه لا والو. المهم دي بين قوسين داك الو جبنا وقلنا لاميريك نرجعوا داخلين العراق قالوا كذا ما كذا منا قالوا لا حنا غادي نجيو نحاربوا التيروريزم الديكتاتور ماشا مجموعه د الحوايج. ولكن ايماجينو كان جات ديريكتومون لاميريك ودخلت ديريكتومون عند العراق اش داكشي ماش داكشي سخن على راسها قالت انا ماشي داك العراق انا بغيت نستغلو. ما كاين اللي غيتقبلها وهي واحد الحركه اللي خطير انها غادي داكور هيستوريكمون تاريخيا كيك شوز كي فو شي حاجه اللي غادي ما غاديش تقبلوها تاريخ غيكتب عليك بواحد الطريقه اللي هي خايبه على ابد الابدين بطبيعه الحال. الوغ هيستوريكمون فو دو كاليفي لي كول دو كولونيالي او دو نيو كولونيال دي سيتوياسيون كي نون ريان ا فوار افيك سكي في ريليمون لا كولونيزاسيون داكور. دونك غادي تكون شي حاجه اللي هي خطاه اوكي هذا الحاجه اللي هي خطا ما غاديش اللي غيتقبلها داكور وغتعرف واحد الرفض اللي هو عالمي اون جينيرال. مانتونو بريزونتي لي كاركتيرستيك دو لا سيتوياسيون انترناسيونال اللي هي اكطويال tous les états du globe ne sont pas également ouverts au tourisme international. Donc, on a un brésil de mise en place de la relation avec les relations de l'État, d'accord ? Comme je vous disais, je ne vais pas vous dire, ok ? Mais on va voir ce qu'on au niveau de la sieste. Donc, tous les états du globe, je mets les pays de l'Alam, du monde, globe ou le monde, je mets les pays de l'Alam, ne sont pas également ouverts au tourisme. Mais on ne peut pas dire qu'on invite à la sieste. ما عندهمش كلهم العدد ديال السياح اللي كيجيو عندهم، ما عندهمش كلهم نفس الشروط اللي هي متوفره في القطاع ديال السياحه في العالم بطبيعه الحال، اوكي؟ دونك نو سون با ايغالمون اوفيغ توريزم انترناسيونال، لاتيتود دي غوفيرنومون فيزافي ا سات اكتيفيتي ديشونج بريزونت اون لارج باليت دو بوزيسيون، ديبوي لو غوفي جوسكو لونكوراجمون. لاتيتود يعني السلوكات نتاع الحكومات ولا الافعال نتاع الحكومات، داكا؟ فيما يخص السياحة عندنا اون لارج بايت دو بوزيسيون داكور. عندنا واحد الحالات اللي هي كثيره ديال التموقع كتبدا من اول حاله شنو هي هو لو غوفي. كاين دول كيرفضوا السياح انا ما بغيتش السياح سهلينا جوسكا كنوصل حتى للدرجه نتاع لونكوراجمون بواحد الطريقه اللي خايبه انت ان تكون عندك السياحه في البلاد. مثلا عندك سيدي كيفاش هضرنا توتالوغ قبيله على 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 كوريا الشماليه. كوريا الشماليه ما كتشجع السياح. واش انت هبل غادي تجي انت على توريست عندي للبلاد وغادير التحسين اللي بغيتي وغتلبس اللي بغيتي وتجي عندي للبلاد وتضيع لي الشعب نتاعي؟ ما عندي ما ندير بالسياحه. قولي باش نمشي للسياحه نتوجه للنواوي. يدي نهار الله اش بغيتي في النواوي؟ لا انا ما بغيتش السياحه حابسين السياحه حابسين غادي نجيو نشوفوا دابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لي في لي كل موند كاع كي غارسون كيفي نسولكم نفرض مثلا عطيناك واحد لا بوسيبيليتي انك تشوف فواياج وحنا اللي غنخلصوا عليك الي غوتور لوطيل المسائل تاع كلشي حنا غنتكلفوا بها في دراسه غتمشي ها المالديف لي زيل دو مالديف ما شاء الله. وفهاد لي زيل دو مالديف الشريف داكا كي هي دي زيل جزر وفهاد الجزر كما هذا الجزر اللي هو عدد كبير كاين جزر مخصصه للسياح وجزر تاع الشعب ساكن فيها الشعب ما كيوصلوهاش السياح. ولا بغيتي توصل تما كاين خاصك ما هي وما لونوها خاصك انت افان قبل ما تدخلي تما كاين البلاصه فاش كاين لي توريست البلاصه فاش كاين باردون الشعب خاص تغطي راسك وخاصك تلبسي اللباس اللي هو كيما كيتسمى الزي الاسلامي. وانت امسيو خاص تمشي اكس ايغريك وما تجينيش في حالات سكر وما تجينيش في حالات هذه وما تصور وما تفعل وما تركب يعني كيفرضوا عليك مجموعه ديال الحوايج لدرجه انك شي شي غادي دير كاع بلا ما تجي عندنا البلاصه فاش ساكنين الناس. جيتي عندنا المالديف مرحبا بك بغيتي دير السياحه في المالديف مرحبا بك. ها الجزر اللي فيها لي زوتيل ها الجزر اللي فيها الانشطه السياحيه هذوك الجزر تما كاين ديال الشعب بعد عليهم. دونك هنا الغوفوز داكور اوكي يعني من الرفض
وانت الرفض رفض واحد شويه رفض بشروط رفض بشروط اللي قليله رفض تقريبا رفض ما كاينش شروط تقبل نتقبلوا لي توريست نتقبلوا واحد شويه نخدموا معاهم واحد شويه نحن نكونوا دوله شويه ديال السياحه ما عندناش اشكال حتى لدرجه ان الدوله كتعتمد على السياحه بطريقه اللي هي 100% هذا هو اللي كنقصدوا به اون لارج باي دو بوزيسيون حتى المقارنه تاع الدوله تاع الحكومه في اشن فيزافي من ناحيه ديال السياحه داكا الوغ كاين عندنا مجموعه تاع الانواع تاع لي توريزم داكا هادو هما اللي كنقصدوا بهم دي زيكزامبل دو بوزيسيون دي زيكزامبل دو بوزيسيون ديال توريزم دونك كتبدا من اش توريزم انتيردي لوفيرتور دي فرونتيير او توريست دي شون دي اترانجي اي دو لا سيركولاسيون دي ناسيونو ا لانتيريور دو تيريتوار دون ان بوت دو لوازير افير بروسكري دون بليزيور ايتا pour des raisons politiques, religieuses ou militaires. Tourisme interdit. OK? Alors, l'ouverture des frontières aux touristes. Fath al-houdoud عند السياح étranger et la circulation des nationaux à l'intérieur du territoire et الحركه نتاع الاشخاص d'accord, soit وسط اولاد البلاد وسط البلاد او السياح وسط البلاد d'accord, dans un but de loisir ou affaires est proscrit. Soit un acte pour loisir ou pour affaire, c'est quelque chose qui est proscrit dans plusieurs états. Je n'ai proscrit, il est interdit, il est meneur, mahdor. D'accord ? Je me suis dit, je 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 عندما مثلا كي نرجع لعند سميتو كوريا الشمالية علاش الأشخاص ما كيخليهمش يدخلوا سي تو سامبلومون باسكو يعني إجراءات اللي هي عسكرية سهلينا صاف كونيكسيون ياك والحمد لله بعدا كي شدت لينا واحد شوية عاد لما كنا ترونكيل والحمد لله عاد تقطعت واحد شوية باش نرتاحوا يا الله اوبس مشات كاع ياك
السلام عليكم الشباب، شدينا واحد شويه نتاع لا بوز، وطبيعه الحال حتى شي واحد فيكم ما هضر، حتى شي واحد فيكم ما قال استاذ الميكرو حتى شي حاجه داكا. هو تو سامبلومون كانت كونيكسيون مقطوعه، تقطعت واحد شويه ديال الوقت داكا، استغليناها باش اننا نربطوا علاقه جديده مع نور الدين ورضا داكا، جمعنا شويه. الوغ اون فا كونتينيي normalement qu'on a de l'argent à Salina, mais bon. Alors l'ouverture des frontières au tourisme, tourisme les voies interdites, l'ouverture des frontières au tourisme, aux touristes étrangers et la circulation des nationaux à l'étranger du territoire pour le but les voies soit affaires soit loisirs, ils sont proscrits. Ils sont proscrits dans plusieurs états. Je m'en disais, doit proscrire. Nous n'avons rien interdit. Est-ce que vous êtes de même ou si c'est ma voix dini ou ma voix askari ou le haja bach bina ou le nom de camille de bagou nama ou askari ma talent de nawahi inter ma voix Corée Chamali ou la Corée Chamali est interdit askari ainsi de suite. Ma voix si yassi ma voix si yassi عندنا التوريزم انترديت ما هو سياسي كيفاش راه لفي بانك انت كتبغي تمشي لاوروبا وقبل ما تمشي لاوروبا خاصك توجد الفيزا وقبل ما توجد الفيزا خاصك توجد واحد الدوسي وقبل ما توجد واحد الدوسي خاصك واحد المبلغ وقبل ما دير هذه وقبل ما دير هذه راه هذاك بحد ذاته كيدخل في التوريزم انترديت واش اي واحد فيكم بغي يمشي لاوروبا ممكن يمشي بيان سور كونو كيمشيو غير الاشخاص اللي دوك الاشخاص اللي وعلاش الاشخاص الاخرين اللي ماشي تو سامبلومون باسكو عندهم توريزم انتيردي بغيتي تجي عندنا مرحبا بك ولكن خاص توفر لك مجموعه تاع الشروط يعني انتيردي بالنسبه لمجموعه انتيردي مجموعه الاشخاص اني با انتيردي بوغ واحد العينه اللي هي قليله ما هو سياسي اوكي ارنا ما هو ريليجيوز التوريزم هو انترديت بور دي ريزون لي ريليجيوز مثال واحسن مثال اللي ممكن نقولوه دابا 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 غادي نسولكم وغتمشي تسول اي مسلم في العالم كامل تقول لي انا يا اسيدي بغيت نمشي للاقصى المسجد الاقصى بغيت نمشي المسجد الاقصى مرحبا اسيدي بغيت نمشي المسجد الاقصى مرحبا بك تفضل اوكي ولكن واش تقدر تمشي عندك لي مويان ومتوفرين فيك الشروط او توي غيش كاع داير لاباس او ما كاينش القضيه نتاع الاوروب الفلوس الكونط طلعت مع عندك كلشي عندك ولكن انت واش تقدر انك تمشي لعند المسجد الاقصى نو تي بي با يالي بوركو باسكو اسرائيل اللي هي كتحكم في القدس داكور اللي مسيطره على القدس كتمنع الزياره نتاع لي توريست مسلمون كون يهودي يسير بالزربه كون مسيحي يسير بالزربه ولكن تو سامبلومون باسكو انت مسلم ما يمكنش انك تمشي لتما كاين دونك الوغ بوغ لي مسلمون اي بوغ لي توريست مسلمون سون انتيردي بوغ دي ريزون لي ريليجيوز كي فون يالي كي فون يالي لفينا بلاصه كي فون يالي بيان سور لعند القدس بطبيعه الحال ولا فلسطين بمعنى اجمالي هذا التوريزم اللي هو انتيردي انا كنهضر كاع ما قلت لي ما بارطاجيش معنا ليكرون Le tourisme les voies limitées. Le tourisme limité. Limité, les voies محدد. عندنا des états désirent garder le contrôle d'entrée. Limité, راه بحال بحال الشكل اللي قلنا حيت انا بلا درت التعبير اللي هو مجازي قلنا لوروب بتمشي لوروب راه الدرجه التوريزم انتيردي في لوروب لعند من لعند الفقراء داكا هذا بمعنى اللي هو نقدروا نقولوا باسكو كينقصوا من القيمه الاخر مي هما بلوتو كيستعملوا التوريزم اللي هو ليميتي واحد الحد ما تفوتوش تقول لي شكون هاد الدول اوستاذ قلت لك مثلا بحال الشكل تاع لوروب واش هما بوحدهم بيان سور كونو المغرب كيستعمل التوريزم اللي هو ليميتي مثلا عندنا هادوك لي توريست اللي كيجيو لينا بلي كومبين كار دوك لي كارافان ما يسمى بلي كارافان المغرب محدد واحد العدد محدد 3000 كومبين كار اللي ممكن تدخل البلاد في العام 3000 كومبين كار فوت 3000 ما يمكنش تدخل المغرب بوركو باسكو داك الاشخاص يعني ما كيتسناوش دي توريست اكتيف
يعني ما كيجيوش الانجليزي طابليسمون توريستيك ما كيساهموش في الاقتصاد ديال البلاد ما كيس ما كيحر... ما كيديروش واحد الرواج تجاري باغ كونتر غالبا ديال الحوايج شنو كيديروا كيديروا المقايضه مثلا كيجيو للدخل انا راه بارفو كيجي للدخل باش يدوز عطله ويستمتع ويتفجج وفي الاخر كيمشي رابح مع راسه وكيرجع مصرف كيمشي كيصيد كيمشي كيدير ديزاكتيفيتي وكيمشي كيعاود يبيع وداك الناس باش 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 باع كيعيش بهم انسي دو سويت دونك الوغ لو ماروك ليميت العدد نتاع دي كومبينكار اللي كيدخلوا للبلاد بطبيعه الحال. عندنا لو توريزم اون تران دو سوفغيغ كاين مجموعه تاع الدول داكوغ اللي كانوا مسدودين في واحد العهد قريب داكوغ كانوا مسدين لي فرونتيغ نتاعهم الحدود نتاعهم داكوغ الوغ كيس كيزون كومونسي افير ايزون كومونسي ا سوفغيغ كينفتحوا بروغريسيفمون تدريجيا كيفتحوا الحدود نتاعهم تدريجيا داكوغ لعند من لعند لي توريست دونك الهدف اشنو هو الهدف اشنو هو هو انهم يلفون ديفيرسيفي ينوعوا من ليكونومي نتاع البلاد نتاعهم ينوعوا ليكونومي نتاع البلاد البلاد نتاعهم دونك هذا التنوع نتاع ليكونومي نتاع البلاد نتاعهم بيان سور عن طريق كوم جي دي اللي ما هو سياحه داكا هذا السبب الاول. السبب الثاني كنلقاو اننا عندنا دي زيتا فوازان ايون اوبتوني دي ريزولتا انتريسون وكا احسن مثال اللي ممكن اننا غادي نقولوا حنايا في واحد العهد قريب المغرب مع اسبانيا المغرب تجار ديال دوله اسبانيا او لا سبالماس داكا دونك هذوك الدول حققوا نتائج اللي هي كي تري تري بيان في التوريزم المغرب بغى يقلدهم داكا غادي نشوفوا ثاني الحاله نتاع المغرب الحمد لله المغرب حقق نتائج ماشي نقولوا شي حاجه اللي هي واو ما شاء الله كبيره بزاف مي ما شاء الله يعني على قد الحال مي سي بيان داكا حقق نتائج اللي هي مزيانه هاد النتائج اللي هي مزيانه شنو وقع ليه دول اللي هي مثلا الجزائر بغات تقلد المغرب بوكو باسكو الى رياليزي دي بون ريزولتا دي ريزولتا اللي هما انتريسونت او نيفو نتاع لي زاريفي نتاع السياحه او نيفو نتاع لي ريفوني المصادر نتاع السياحه او نيفو نتاع الدوفيز اللي كتدخل السياحه دونك حتى هما شنو بغاو يديروا بغاو ينوعوا الاقتصاد نتاعهم او اسهل طريقه شنو هي وانهم غادي يفتحوا على السياحه بطبيعه الحال اللي كتدخل مجموعه نتاع لي مويان ولا لي ريسورس ولا بمعنى اخر اجمالي دوفيز للبلاد كيف كتدخل دوفيز للبلاد كيخدموا الاشخاص كيكون واحد التنوع الثقافي تيكون واحد التبادل اللي هو حضاري يعني ماشي غير بالضبط اللي هو الفلوس مي كيتمشاو مجموعه الحوايج كيتمشاو مع السياحه. اوكي عندنا دي بيي انكوراجي ولا توريزم انكوراجي دول كتشجع السياحه كتشجع السياحة وكتخسر عليها دي فورتون منهم المغرب منهم تركيا منهم تونس مساكن منهم مصر منهم يعني مجموعة تاع الدول اللي ماشي بغاو يلاه بغاو ينفتحوا على السياحة الدول اللي عندهم السياحة ولكن بغاو يشدوا واحد الجزء اللي هو كبير في السياحة بطبيعة الحال. دونك اشنو هما هادو هادو هما سوسون لي ديفيرون بوزيسيون لي ديفيرون بوزيسيون ديال اش ديال لي زيتا او نيفو تاع التوريزم تا موقعات تاع الحكومات بالنسبه للسياحه واش واحد العدد اللي هو كيفاش داير واش كتبدا كما قلنا من لغه في من الرفض ديال الوجود ديال السياحه يعني التوريزم اللي هو انتيردي حتى كتوصل عندنا واحد لونكوراجمون اكسبليسيت اكسبليسيت كاين عندنا امبليسيت اكسبليسيت امبليسيت اللي هو شي واحد كيبغي شي حاجه وما تيعبرش عليها كيبقى داك الشيء عنده امبليسيت ان انتير اكسبليسيت هو جيم اكسبريمي يعبر عن ذاك يعني حنا الدوله دايره استراتيجيه نتاع السياحه والاستثمار في السياحه ومجموعه د الحوايج يعني معبر عنها بحال كنقولوا لا فيزيون تاع 2010 ولا لا فيزيون تاع 2020 ولا لا فيزيون تاع 2030 يعني هذاك اش يعني سون دي استراتيجي اكسبليسيت استراتيجيات اللي هي معلن عنها ديال التشجيع ديال السياحه بطبيعه الحال او الاتفاقيات او الغرام او المطارات او ديال المانجمنت مجموعه ديال لي زيكسبريسيون اللي كتدخل في هذا التوريزم اللي هو انكوراجي. دونك الشباب هنا فاش كنا حبسنا بطبيعه الحال لي سيونس اللي ما كناش درنا معكم قبل داكا ولا لا بارتي اللي ما كناش درناها معكم دونك احنا درناها دابا ساليناها دونك دابا اوفيسيالمون الموديول تاع لا جيوغرافي انترناسيونال لا جيوغرافي توريستيك انترناسيونال بور لاجونس دو فواياج سو جروب اسو جروب بي اي تيرميني بطبيعه الحال دونك ساليناها دونك الشباب كاين شي كيسيون شي حاجه ما واضحاش نو نو مسيو شي سؤال محسن كاين شي سؤال محسن
زياد ما كاين حتى شي سؤال استاذ. الله يرضى عليك، حاضر نهضر ما شاء الله عليك. احمد هو الاول بطبيعه الحال اللي جا قبل الوقت نظرا لظروف خاصه به. مرحبا مولود. معاك معاك معايا معايا تبارك الله. شيماء مشات كاع. مسعود مر اتصل لاحقا. مسعود مسعود صافي فهمتك مسعود معذور. دونك جو فيغيتي لونغيستخومون مسعود معذور باسكو